مشروعك انتهى من قبل ما يبدأ بسبب العيب ده في الماعز البور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اهلا بيكم. النهاردة بمشيئة الرحمن بنتكلم عن سلالة الماعز البور، البور جودس، من افضل السلالات اللي دخلت مصر. السلالة دي الخواجة لما هجن وطور وكون لينا السلالة بالشكل اللي احنا بنشوفه النهاردة، ووصلت لينا مصر بكل اشكالها، البور الاحمر، الكالهاري، والبور الكلاسيك اللي هو الابيض السادة، والبور الكلاسيك اللي هو الابيض برقبة حمر الكلاسيك، والبور السفانة الابيض السادة، بكل اشكالها ليها شكل ولها تكوين معين. من حيث ضخامة الصدر بتلاقي صدرها عريض، من حيث ارتفاعها عن الارض بيكون اقل من سلالة زي الكبروسي بتكون منخفضة من الارض، صدرها عريض، القرن له شكل مظبوط كده، ولا هو القرن المفتوح زي الباكستاني والكبروسي، ولا هو القرن اللي قصير قوي، لا بيبقى واخد كيرف كده حوالين الودن، ديش قرن شكل البور، ودنها بتكون قصيرة، تصافيها وفي اللحم ومعدل التحويل عالي جدا، منعتها قوية. امال فين العيب؟ السلالة دي لما دخلت عندنا اشتغلنا عليها ان هي سلالة للغواء، او اشتغلنا عليها ان هي سلالة من اجل المكسب السريع، لكن لو كنا اشتغلنا عليها كتطوير للحم، وفي ناس شغالة في الاتجاه ده واتجاه السلالة، وده الاتجاه المظبوط انك تمشي في الطريقين دولت عشان تقدر تجمع وتقدر تحقق نسبة ربح، لان انتاج اللحوم لوحده لا يكفي في البداية، لازم يكون عندك انتاج سلالة يديك نسبة ربح يغطي مصاريف انتاج اللحوم عشان تقدر تكمل المشروع. واحد النهاردة عاوز ينتج لحوم، يشوف الماعز الكبروسي ويشوف الماعز الحجازي، ياخد السلالة دي ويقول لك عايز اجيب بور مع كبروسي مع شامي، يبقى احنا كده لخبطنا الدنيا في بعضيها ومش عارفين الاتجاه اللي احنا نشتغل عليه. واحد تاني لما تقول له ذكر البور يسألني، اقول له الطلاقة البور ممكن يعمل النهاردة مثلا 10,000 جنيه اللي هو الخليط الكويس، يقول لي ايه اروح اشتري جدي ب10,000 جنيه؟ طبعا يقول لك ده جدي غالي ملوش لازمه. واحد تاني لما يسمع ان الجدي البور وصل سعره في مصر اتباع بربع مليون جنيه، يا في حد اشترى بربع مليون؟ طب هيعمل بو ايه؟ يبقى احنا هنا ولا بنتكلم في الجدي ابو 5,000 ولا بنتكلم في الجدي بربع مليون، ولا عايزين ده ولا عايزين ده، احنا عايزين حاجه نشتغل منها ونعمل مشروع منها في حوالي مثلا 20,000 جنيه. السلاله قايمة على مواصفات معينة، بنشوف الأب وبنشوف الأم قبل ما نشتري، ده الأفضل طبعا، وبنشوف الخلف بتاعه. واحد يقول لك جدي ده جيل رابع جيل خامس، هو فعلا مظبوط؟ الكلام ده ما بيتعرفش بالشكل، ممكن جدي أمه بلدي وأبوه خليط ويجي حاجة بسم الله ما شاء الله طفرة في الإنتاج، لكن لازم تاخد طبعا بالأسباب العلمية اللي أنت بتجيب طلوقة يكون دم كويس دم قوي، بتجيب ام برضو بالمواصفات اللي احنا قلنا عليها عشان يجيب لك خلف كويس، لكن التهجين ارزاق مع الاخذ بالاسباب. عشان تدي تاخد سلالة كويسة لازم تاخد بالاسباب اللي احنا ذكرناها قبل كده في الحلقات. الناس اللي متابعانا عارفين المواصفات بتاع اختيار الامهات ومواصفات اختيار الطلوقة، لما هتمشي بالاسباب دي وتجيب لك جدي في حدود 10,000 جنيه في الوقت الحالي مع مجموعة من المعيز من الأمهات وتشتغل عليه في الطريق السلالة وفي إنتاج اللحم، هتحقق الغرض كامل من مكسبك في بيع السلالة ومن مكسبك في إنتاج اللحوم. شوف النهاردة سعر الجديان القايم وصل كام. يبقى احنا هنا كده فين عيب السلالة؟ سلالة الماعز البور العيب فينا احنا، العيب فينا ان واحد لسه مبتدئ جديد يروح لواحد يشتري وما يعرفش هو هيربي ايه وعايز ايه، حتى ما يعرفش السلالات من بعضيها. العيب ان انت تدفع مبلغ كبير وانت لسه مبتدئ. العيب اللي انت مش عارف هتبدا ازاي وما ذاكرتش صح وما راجعتش الفيديوهات وما سالتش. العيب ان انت بتروح تشتري من اول مره تسال عند واحد واثنين وثلاثه، هي دي العيوب. طب العيوب اللي في السلاله، سلاله الماعز البور بفضل الله من انجح المشاريع ومن انجح السلالات، مناعه عاليه، تحويل عالي، بسم الله ما شاء الله تديك لحم وبتديك سلاله ممتازه جدا، لكن موضوع اللبن، هي اللبن بتاعها بيكفي المواليد فقط لا غير، هي مش سلاله حليب، لكن من افضل وانجح المشاريع تربيه الماعز البور، لكن البدايه تكون صح. اتمنى اللي استفاد من الفيديو بتاع النهارده وعايز اي تفاصيل يكتب لي في التعليقات. كان معاكم المهندس محمد، وده رقم تليفوني لو حد عنده استفسار. سلام عليكم.